السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. نبدأ معاكم إن شاء الله حل مستويات التفكير العليا، طبعا دي من كتاب الامتحان صفحة 8 عشان نتابع مع بعض. أول سؤال، أكتب المصطلح العلمي. المصطلح العلمي اللي عطولي عطولي مش بطريق مباشر، يعني نقرأ وبالراحة خالص وما يبقاش فيه إيه يعني توتر وإحنا بنجاوب. حاصل ضرب نصف مقدار سرعة، نص مقدار سرعة يعني نص في عين، مضروبة في ضعف الزمن 2 في زين. هنكنسل الاتنين مع النص، يبقى عبارة عن عين في زين. عين في زين يعني ايه؟ المسافة. يبقى دي الإجابة بتاع رقم 1. يبقى أنا عندي المسافة عبارة عن السرعة في ايه؟ في الزمن. دي رقم 1. رقم 2، جلس نادر على الكرسي كما هو موضح بالشكل المقابل. أعطيني شكل قدامي اهوت، ونادر قاعد على الكرسي. عطيلي عاوز المسافة تقريبيا أقرب الإجابة الصح ما بين الركبة وما بين إيه قدم نادر. طبعا عطينا اختيارات، 5 سنتي ولا 50 ملي ولا 50 سنتي ولا 500 سنتي. طبعا نكنسل اللي احنا شاكين فيه خالص، يعني ما ينفعش 50 ملي، ما ينفعش 5 سنتي، 5 سنتي يعني ما تجيش حتى لغاية هنا، ما ينفعش 500 متر. 500 متر يعني ايه؟ 500 سنتي يعني ايه؟ يعني 500 على 100 يعني 5 متر. هل رجل نادر من الركبة للأرض 5 متر؟ لا طبعا. يبقى الأقرب للصواب رقم ايه؟ جيم. يبقى الوقت هنا هو رقم 1، رقم 1 جيم. يبقى رقم 2 بنبدأ بيها على طول هو الاختيار رقم 1، هيبقى ايه؟ جيم، اللي هو بيساوي ايه؟ 50 سنتي. 50 سنتي، وده اقرب لايه؟ للصواب، يعني حوالي مسطرة وعشرين سنتي كمان، يعني ما تجيش مسطرتين، وده الاقرب للصواب. طيب رقم 2، قطع احمد مسافة قدرها 3080 سنتي متر سيرا على الاقدام، وهي تعادل ايهما من اللي عندي هنا؟ اولا هو قال لي 3080 سنتي متر، ما قالليش متر، 3080. لو كان قال لي متر كنت هقسم على الألف، طب قال لي سنتيمتر هيبقى 100 ألف. 100 ألف، نركز كده في التحويلة دي كده. يبقى الوقت هنا اهو هتساوي 1 2 3 4 5. 1 2 3 4، يبقى 3 خلاص 0، 8 0 زي ما هي. خدوا بالكم العلامة العشرية بعد ايه؟ 5 أرقام. يبقى الوقت الرقم ده اللي صح خلاص، لما حولناه لايه؟ لكيلومتر، لانه هو عايز الاجابه بالايه؟ بالكيلومتر. اذا ايهما اقرب للصواب؟ طبعا 3 من 100 كيلومتر و80 ايه؟ سنت. يبقى الاجابه رقم الف. يبقى الاجابه رقم الف جت منين؟ لو احنا حللنا دي بقى كده، يبقى 3 من 100، 3 من 100 كيلومتر، كيلومتر زائد 80 سنتي اللي باقيه دي، 80 سنتي. يبقى رقم ايه؟ دي رقم 2، 1 رقم 2 في 2، يبقى رقم الف، رقم الف. يبقى نعمل مسافات كده عشان احنا بنراجع عشان نحاول نفهم، لان كل سؤال بنقول فيه تكه صغيره، لان ممكن اي حد هيبص لها هيقوم قاسم على الف على طول. لا، هو عطالي بالسنتي، عطالي بالسنتي. يبقى في الحاله دي بقسم على ايه؟ 1000. حولناها المتر. طيب ما هو عطالي بالسنتي، هقسم على 100 كمان عشان تبقى ايه؟ بالسنتي. خلاص، يبقى عرفنا جت 3 من 100 ازاي، لان الناتج طالع لي كام؟ الرقم ده، يعني الرقم اللي في البسط 30 80. خلاص، والعلامه بعد 5 ارقام، يبقى علامه عشريه كده. خلاص، العلامه العشريه يعني 3 من 100 كيلومتر و80 ايه؟ سنت. مهمة جدا وفيها فكرة كويس. نيجي رقم 3. رقم 3 في الاختياري بقى، مش هنقول رقم 2 ولا حاجة، هو خلاص رقم 2 كلها اختيار. يبقى رقم 3 في الأسئلة اللي احنا ماشيين فيها بيقول لي، من الشكل المقابل تحرك قوقع المسافة AB، وتحرك قوقع اخر مسافه سي دي. يبقى اي بي وسي دي.
ما مقدار الفرق بين المسافتين؟ نركز قوي في المقياس اللي هو عامله. ليه؟ لانه عامل لي هنا من الصفر، خلاص، من الصفر للرقم اللي هو عطوه لي 2 من 10. طيب من الصفر لايه؟ يبقى 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، 4 من 10، 5 من 10، 6 من 10. مركزين في المقياس؟ المقياس واضح قدامنا اهو. يبقى من صفر لايه؟ دي 1 من 10، بعد كده 2 من 10، 3 من 10 عند سي، يعني عند سي 3 من 10، 4 من 10 عند دي 5 من 10. هو عاوز المسافة ما بين اي بي وسي دي. طيب ما المسافة دي عبارة عن الجزء ده والجزء ده، نجمعه كده مع بعض، نجمع الاتنين مع بعض نشوف الناتج هيطلع ازاي. طبعا انا ماليش دعوة بقى من الصفر لواحد من عشرة، انا هبدأ من 1 من 10، خلاص. يبقى ان هو من 1 ل 10 2 من 10، ادي 1 من 10، خلاص. من 2 من 10 3 من 10، يبقى دي 2 من 10. ركزوا معايا، المسافة ديت، المسافة دهيت 2 من 10. عرفت منين؟ قلنا من صفر لواحد من عشرة، 2 من 10، 3 من 10. يبقى دقة قطعتنا اهي 1 من 10 و2 من 10. يبقى المسافة الأولانية اللي أنا عايز أركز عليها من A ل C 2 من 10. طب ما تيجي نشوف دي بقى كده، 4 من 10 ل5 من 10. طب وبعدين؟ من 5 من 10 ل6 من 10 مجزأة اهيت، يبقى دهيت ايه؟ هتبقى نص الايه؟ 1 من 10، يعني 5 من 100. يبقى دلوقتي الإجابة 25 من 100. تاني نوضح الحتة دي تاني بالراحة خلاص كده. بنقول من ايه لسي 1 من 10 زائد 1 من 10، تفصيلة خلاص اهو، يبقى ايه؟ 2 من 10. طيب من دي لبي جزء المسافة التاني، خلاص. يبقى الجزء التاني اهو بتاع المسافة، يبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن هنا 4 من 10، 5 من 10، هنا 5 من 10 ونص الايه؟ 1 من 10. يبقى من 5 من 10 6 من 10، يبقى عبارة عن ايه؟ 5 من 100، 5 من 100، لان نص الواحد من عشرة 5 من 100. يبقى ما نجمع 2 من 10 زائد 5 من 100، هنحط صفر هنا عشان نجمع صح، يبقى 5 2 علامة عشرية، يبقى 25 من 100. يبقى الإجابة عندنا في رقم 3 هتبقى ألف، يبقى رقم 3 هتبقى عندي ألف وهي 25 من 100. نركز في الإجابات. السؤال الرابع، يتحرك جسم من نقطة السكون، هي فين نقطة السكون؟ قبل 65 سنتي. ما هو لازم نفكر ونشوف، هو مش جايب لي نقطة السكون، ما هو نقطة السكون يعني صفر، هو فين الصفر؟ ناحية اليمين. وحتى النقطة ايه؟ الموضحة بالشكل، خلاص. ما مقدار المسافة التي تحركها الجسم؟ خلاص، يعني مقدار المسافة اللي الجسم تحركها ايه؟ خلاص، يبقى اتحرك جسمي من نقطة السكون وحتى النقطة ايه؟ طيب المنظر اللي هو عامله لي ده بيعبر عن ايه؟ طب ما نعد مع بعض كده، 65 سنتي، 65، 66، 67، 68، 69، 70. ايه اللي عرفك يا مستر؟ ما نبص على المقياس، زي ما احنا حسبنا المقياس فوق. يبقى 65 سنتي، 66 سنتي، 67، 68، 69، 70. يبقى كل خط او نقطة من دهيت بكام؟ بواحد سنت. طيب هو بدأ من السكون، بعدها 65، 66، 67، 68 وشرطتين، يبقى 68 واتنين ايه؟ من عشرة. 68 واتنين من عشرة. يبقى الوقت رقم 4 هتبقى جيم، رقم 4 هتبقى جيم وبتساوي 68 واتنين من عشرة. ناخد بالنا من الإجابات والأفكار بتاعتها. نيجي لرقم 5. رقم 5، إذا تحركت سيارة ودراجة من نفس الموضع، يبقى في عربية وفي عجلة أو دراجة من نفس الموضع وفي نفس الاتجاه، وكانت سرعة السيارة 50 متر على الثانية، وسرعة الدراجة 10 متر لكل 1 ثانية. خدوا بالكم من كلمة لكل 1 ثانية، لأن دي اللي هتفرق في الإجابة الوقت.
فإنه بعد مرور 4 ثواني أو 4 ثانية تصبح المسافة بينهما نقط متر. يبقى الوقت هنا هوت، نفكر كده مع بعض بالراحة بيطلع ازاي. خلاص، يبقى أنا عندي هنا هوت 50 متر في الثانية، 1 ثانية، والدراجة 10 متر في الثانية، 1 ثانية. طيب بيقول لي بعد 4 ثواني، يعني هقول بعد 4 ثواني يعني هقول 4 في 50. 4 في 50 بكام؟ ب200. خلاص، ب200 متر. طب وبعدين العشرة، الـ4 ثواني لما اضربها في 10 هتساوي 40 متر. طيب العربية والدراجة ماشيين في اتجاه واحد، خلاص، فإنه بعد مرور 4 ثواني تصبح المسافة بينهما، نحسبها ازاي؟ هيبقى 200 ناقص 40 هتساوي 160 متر. تاني، 50 متر لكل واحد، يبقى في كل ثانية السيارة بتمشي 50 متر. طب الـ4 ثواني هتكون مشت قد ايه؟ 200 متر. طيب الدراجة مشت 10 متر في كل ثانية. طب الـ4 ثواني يبقى 4 في 10 بكام؟ ب40 متر. اذا الفرق ما بين المسافتين 200 ناقص 40 يبقى بتساوي 160 متر، يعني 5. الاجابة بتاعتها هتبقى ايه؟ ب، واقول له الرقم اكتبه 160. خلاص، 160 متر، ده رقم 5. طيب نيجي لرقم 6. الشكل المقابل يمثل مقطع من طريق، مقطع طريق تتساقط عليه قطرات زيت من قاطرة متحركة، فإذا علمت أنه خلال ساعة واحدة تساقطت 40 قطرة زيت، فما الاختيار الذي يعبر عن حركة القاطرة؟ أولا، منظر أن القاطرة ماشية بالطريقة دي تتزايد المسافة، إذا سرعة تزايدية، يبقى وصف السرعة تزايدية، يبقى الاختيار ما بين جيم ودال لأنها تتزايد مش تتناقص. طب أيهما بقى الرقم اللي هيطلع ونحسبه إزاي؟ المسألة دي برضو فيها فكرة، والفكرة دي نحاول مع بعض كده نفهمها بالراحة لأن فيها قوانين يعني ما اتخدتش في تالتة أعداد، لأن دي اسمها مهارات أو مستويات عليا، يعني المفروض يبقى الواحد يراجع على أساسيات الفيزياء اللي أنا منزلها. ليه؟ لأن أنا هنا أحتاج زمن قطرة واحدة، وبقول لي خلال ساعة تساقطت 40 قطرة زيت، يبقى أنا عاوز الزمن قطرة، زمن القطرة الواحدة، زمن القطرة الواحدة، زمن القطرة الواحدة لها قانون طبعا مش موجود صراحة كده في تالتة إعدادي، يعني معنى كده المستويات العليا بتشمل إن لازم نعرف كل حاجة عن كل حاجة مش عن أي حاجة. يبقى زمن القطرة الواحدة بيساوي الزمن الكلي، الزمن الكلي على عدد القطرات، على عدد ايه؟ القطرات. طب الزمن كل واحد على عدد قطرات كام؟ 40. يبقى دي اسمها زمن القطرة الايه؟ الواحد. طب انا عندي هنا في الشكل، هنا في الشكل كم قطرة؟ كم قطرة عندي هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. خلاص، يبقى زمن القطرة هنجيب بقى القانون، بيقول لي الحركة اللي هي السرعة المتوسطة هتساوي المسافة اللي وعطها ل 21 على زمن القطرة الواحدة اللي هي 1 على 40 في كام قطرة عندي؟ 8. يبقى المسافة كام؟ 21. اختصر على 8 في الواحد على 8 في الكام؟ في الخمسة. يبقى 21 على 5، خلاص، هتساوي 21 في 5 على 1، رياضة مش علوم ولا فيزياء. يبقى 5 في 21 ب105، وقلنا تزايدية لأن المسافة عندي تتزايد، مسافة في الرسمة تتزايد، يبقى الاختيار عندي رقم ايه؟ جيم. رقم جيم تزايدية، تزايدية، والرقم كام؟ 105. خلاص، يبقى فما الاختيار الذي يعبر عن حركة الايه؟ القاطرة. نيجي لرقم 7. في أحد السباقات
قامت إحدى السيارات بعمل 60 دورة، بعمل 60 دورة حول ملعب محيطه 3.6 كيلومتر في زمن قدره 2.4 ساعة، ما السرعة المتوسطة للسيارة بالكيلومتر في الساعة. مسألة زي ديت نحسبها كالآتي، بنقول السرعة بتساوي، ده رقم 7، السرعة بتساوي مسافة على زمن. طب المسافة هنا لها قانون نحفظه بقى مع بعض النهاردة، عدد الدورات، عدد الدورات في المحيط لأن هنحتاجه كتير في مسائل المهارات، عدد الدورات في المحيط اللي هو جايبه لطول المحيط، أيا كان بقى المحيط دايرة محيط مستطيل، طالما أعطينا رقم مفيش مشكلة. حول ملعب محيطه 3.6 كيلومتر خلاص على الزمن. نحسب كده مع بعض، عدد الدورات أعطاها لي كام؟ 60 في 3.6 على الزمن أعطوا لي كام؟ 2.4 نضرب بسط ومقام في 10، يبقى كنسلنا العلامتين دول، يبقى 60 في 36 على 24، طريقة رياضة سهلة، يبقى في علامة عشرية بسط ومقام، بنضرب هنا في 10 وهنا في 10، خلاص كنسلنا الايه العلامتين، او بنكنسلهم قصاد بعض، خلاص على الاربعة على الستة فيها الاربعة، على الستة فيها التسعة، على الاربعة فيها الواحد، على الاربعة فيها الخمستاشر، خلاص 15 في 9 خلاص. يبقى الوقت هنا نحسب كده تاني، يبقى على الستة فالاربعة، على الستة فيها الستة فيها الستة، صح كده خلاص، على الاربعة فيها الواحد، على الاربعة فيها الخمستاشر، على حسبة ونحسب برضو ونراجع الحسابات ده صح ولا لا. يبقى 15 في 6 ب90 كيلومتر على الساعة أو لكل ساعة. الكلام ده رقم كام بقى الاختيار؟ رقم باء. يبقى رقم 7 باء الاختيار ايه؟ دايما نعلم عليه كده، ما نعملش كده في الامتحان، لا نكتب الاختيار باء وبين قوسين كده او سهم الرقم اللي ايه اطول، يبقى ده رقم ايه؟ 7. دي المسألة رقم ايه؟ 7. طيب نيجي المسألة رقم 8، جرى متسابق مسافة 300 متر بسرعة متوسطة 3 متر على الثانية، وأكمل جري 300 متر أخرى بسرعة متوسطة 6 متر على الثانية، ما السرعة المتوسطة التي جرى بها المتسابق خلال مسافة 600 متر؟ طبعا مسألة زي ديت نفكر فيها كده بالراحة. أنا عندي رقم 8، وعاوز عين بتساوي فيها على زين، ده قانون أساس. طيب هو عندي مسافتين 300 زائد 300، بس الزمن فين بقى؟ نشوف مع بعض هنجيب الزمن ازاي. يبقى المسألة رقم 8، جرى متسابق مسافة 300 متر بسرعة متوسطة 3 متر على الثانية، خلاص يبقى أنا عندي سرعة متوسطة 3 ومسافة ممكن أجيب منها الزمن، يبقى الوقت هنا هو هامش صغير كده، زين واحد هيساوي 300 خلاص اللي هي المسافة على ايه؟ على السرعة المتوسطة، يبقى 300 على 3. جبتها منين؟ أنا عندي زين بيساوي فيه على عين، استبدلت العين مكان الزين وبستبدل الزين مكان العين، يبقى بيساوي فيها ايه؟ 100 ثانية، 100 ثانية، يبقى دي أول حاجة خلاص. يبقى ديت عندي أول حاجة، عندي جبت الزمن زين واحد لأن هجمع زمنين الوقت. طب الزمن رقم 2 هيساوي، بيقول لي وأكمل جري 300 متر أخرى بسرعة متوسطة إيه؟ 6 متر، يبقى المرة اللي بعدها الزمن اللي بعده هيبقى 300 على 6 فيها 50 ثانية، 50 ثانية. عندي كم زمن الوقت؟ زين واحد زائد زين اتنين، يبقى 100 زائد 50، يبقى يساوي 600 على 150، يبقى فيها كنسل زيرو مع زيرو،
60 على 15 فالأربعة متر على ايه؟ ثانية. اي الاختيارات اللي عندي بقى؟ يبقى احنا هنفكر في حل المسألة وعينينا برضو على الاجابات اللي موجودة. يبقى دي رقم ايه؟ باء. يبقى رقم 8 باء. خلاص نواصل مع بعض. بعد كده رقم 9. رقم 9 يقطع جسم مسافة قدرها 200 كيلومتر، فإذا تحرك أول 90 كيلومتر بسرعة متوسطة قدرها 80 كيلومتر، فما السرعة المتوسطة التي يجب أن يتحرك بها الجسم لقطع المسافة المتبقية؟ المسافة المتبقية يبقى هنطرح الوقت ال 200 من 90 هيطلع ل 110. خلاص يبقى في الحالة دهيت في حسابات معينة السرعة المتوسطة يبقى رقم 9 عندنا. أول خطوة هنعملها برضو عندي زمنين. الزمن الأولاني وأنا بستفيد من المسافة. خلاص ويقطع جسم مسافة قدرها 200، فإذا تحرك الأول 90 كيلومتر بسرعة متوسطة قدرها 80، من هنا هيجيب زين واحد. يبقى زين واحد 90 على 80. 90 على 80 بالآلة الحاسبة 0 مع 0 فيها 1 و 12 من 100 أو 125 من 1000 ساعة. ساعة لأن الزمن هنا عندنا بالإيه؟ بالساعة، مفيش تحويلات هنا. خلاص؟ طيب الزمن الثاني هنجيبه إزاي؟ الزمن الثاني بيقول لي بحيث تستغرق الرحلة ساعتين فقط. يعني الزمن الثاني هنقول له 2 ناقص واحد وربع او واحد واتناشر من ايه؟ من الف. واحد واتناشر من مية او واحد من مية خمسة وعشرين من الف. طبعا هنحط علامة وثلاث اصفار هنا، نطرح بالآلة الحاسبة وتطلع بالتقريب علامة خمسة سبعة تمانية علامة عشرية. خلاص هنا ساعة برضو. تاني الزمن في الحالة التانية اهو. طيب احنا عاوزين المسافة في الحالة التانية، قلنا هنطرح المتين من التسعين يبقى تساوي كام؟ 110. 110 كيلومتر. اخر خطوة اللي هو السرعة المتوسطة اللي هو عاوزها في خلال الساعتين، السرعة المتوسطة عين شرطة هيساوي فيه 2 على زين 2. خلاص يبقى فيه 2 110 على 5 7 8 علامة عشرية بالآلة الحاسبة نحسبها، بتطلع 125.7 من عشرة. خلاص كيلومتر في الساعة أو لكل ساعة يعني بالتقريب بيساوي كام؟ 126. ولذلك كاتب لك في الإجابة أو كاتب لك في الإجابة تقريبا، يبقى الأقرب رقم صحيح. يبقى 125.7 من عشرة أقرب رقم صحيح لها اللي هو الرقم كام؟ اللي هو 126. يبقى رقم 9 دال. رقم 9 دال والإجابة بتاعته 126 إيه؟ كيلو جرام. إيه كيلو متر في الساعة. دي رقم 9. رقم 10 سيارتان. سيارتان تتحركان على جانبي طريق واحد، المسافة بينهم 150 كيلو متر. إحداهما قادمة، نركز بقى في الرسمة اللي هنرسمها، أحدهما قادمة من ناحية الشرق. احنا متعودين في الرسومات بيقول لي يتحرك شرقا بنحو دي الناحية التانية، لكن ده جاي من ناحية الشرق. خلاص إحداهما قادمة من الشرق بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. بالعربي اهوت بلاش انجليش، 60 كيلومتر في الساعة. والأخرى قادمة من الغرب، يبقى راح ناحية الشرق، بسرعة 40 كيلومتر ايه؟ في الساعة. المسافة بينهم 150. 150 كيلومتر دي المسافة. خلاص فبعد كم ساعة تتقابل السيارتان؟ السيارتان هيتقابلوا بعد كام ساعة؟ خلاص نحسبها بالراحة خالص كده عشان نفهمها. طبعا السرعتين في اتجاهين متضادين، يبقى مجموع السرعتين السرعة بيساوي 60 زائد 40 بيساوي 100 كيلو متر في الساعة.
طيب الزمن عندي هو عاوز الزمن هتساوي المسافة الكلية خلاص على السرعة هتساوي 150 على السرعة كام؟ 100 كنسل 0 مع 0 يبقى 15 على 10 فيها 1.5 ايه؟ متر 1.5 ساعة يبقى بعد ساعة ونص هيتقابلوا العربيتين. نبص عليها تاني كده بيقول لي تتحرك سيارتان على جانبي طريق المسافة بينهم 150 كيلومتر خلاص واحدة قادمة من الشرق جاية من ناحية الشرق مش رايحة ناحية الشرق جاية من ناحية الشرق بسرعة 60 كيلومتر في الساعة والأخرى قادمة من الغرب 40 مسافة بينهم 150 خلاص فبعد كم ساعة تتقابل السيارتان قلنا السرعتين عكس بعض إذن السرعة مجموع عبارة عن مجموع السرعتين بيساوي 100 كيلو متر في الساعة الزمن بيساوي اللي هو طالبه بقى المسافة على ايه على السرعة 150 على 100 بيساوي 1.5 ايه ساعة دي كانت المسألة رقم 10 الإجابة بتاعتها 1.5 يعني باء وشور تاني على الإجابة اهي 1.5 ايه ساعة نيجي رقم 11 رقم 11 فيها فكرة برضو يقود أحد اللصوص سيارته بسرعة 153 كيلومتر ساعة وتتعقبه سيارة شرطة في محاولة للقبض عليه ولما رفض الاستجابة لطلب تسليم نفسه أطلق أحد الضباط من سيارة الشرطة رصاصة تحركت بسرعة 192.5 متر على الثانية ناخد بالنا كده في فرق في الايه في التحويل يعني انا اول خطوة هعملها هقول السرعة بتساوي عايزين نحول 153 بتاع السيارة يبقى 153 في 1000 على 60 في 60 ممكن نعمل زي ما بعض الكتب بتعمل في 5 على 18 خلاص سواء كده ولا كده تحويلة وبرقم بنطلعها بالآلة الحاسبة 42.5 متر على الثانية يبقى دي سرعة ايه السيارة طيب نشوف الطلقة بقى الطلقة سرعتها كام 192 والاتنين ماشيين في اتجاه واحد لان قال لي الاتنين ماشيين بسرعة واحدة وماشيين بسرعة وماشيين في نفس الاتجاه يبقى هقول له السرعة النسبية مباشرة عارفين ان اي حاجة في نفس الاتجاه بنطرح السرعتين من بعض يبقى الوقت هنا هوت هنقول السرعة النسبية هتساوي 192.5 ناقص 42.5 هتساوي كام؟ نطرح 150 يبقى رقم باء الإجابة الصحيحة يبقى الوقت هنا هوت هتساوي 150 متر على الثانية لان احنا حولنا الكيلومتر لايه لثانية خلاص يبقى ده بالنسبة ليه كان اخر حاجة النهاردة معانا نتابع مع بعض ونراجع على الحصص التأسيسية لان اتضح ان المهارات اللي موجودة لازم يبقى انا عندي مهارات وافهم فيزياء لان انا يوم ما شرحت حصص تأسيسية في الفيزياء قلت لجميع المراحل منها اعدادي لأن المواضيع بدأت تكون متداخلة مع بعضها يبقى ما أقول نراجع حصص تأسيسية في الفيزياء وحصص تأسيسية في الكيمياء وحصص تأسيسية في الأحياء لجميع المراحل طبعا ديت لها مغزى بالنسبة للكلمة اللي أنا قلتها لأن فعلا ما عادش أسئلة وما عادش حاجات إيه مباشرة معظمها لازم نفكر ولازم نربط القوانين والعلاقات مع بعض وده اللي هنعمله في الفترة الجاية إن شاء الله مع المحتوى الأصلي عشان ما نسيبوش ونقعد نشتغل في المهارات والمستويات ونسيب المنهج الأصلي طبعا تلات أرباع الامتحان هيجي من المنهج الأصلي ممكن 10% 15% من الامتحان يجي مهارات فطبعا ما نضيعش نفسنا في المهارات ونسيب الأصل وما نذاكرش الأصل لازم يبقى في تكامل مع الاتنين عشان نجيب الدرجة النهائية ما تنسوش الاشتراك معانا مصطفى رجب خبير العلوم وإن شاء الله معاكم بالتوالي كده او بالتتالي ان شاء الله هيبقى في حصص شرح هيبقى في حصص
مستويات عليا، حصص حل من كتاب الامتحان وكتاب الأضواء برضو عشان اللي معاه الأضواء أو كتاب الامتحان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.